السوشيال ميديا بتجيب اكتئاب. انا شخصيا لما بفتح الفيسبوك، بفتح انستجرام، بفتح اي سوشيال ميديا وبقوم بعديها بشويه، بحس ان انا متضايق ومش فاكر ليه. اولا في حاجتين ممكن يجيبوا اكتئاب في رايي، يعني اول حاجه ان انت بتحس بعد ما تقوم من على السوشيال ميديا ان في وقت كتير راح انت ما عملتش فيه حاجه، انت كنت عمال تسكرول كده في حاجات ما لهاش اي فايده، وبتحس ان يومك خلص على الفاضي. انا بحس يعني ان احنا كلنا يعني كبشر عندنا تندنسي او عندنا ميل شويه ان احنا نعمل الحاجات الايجابيه ونعمل الحاجات اللي ممكن تفيد وندور على معنى الحياه والكلام ده كله. فانت لما بتبقى داخل على الفيسبوك او على اي مكان تاني او اي سوشيال بلاتفورم، انت بتبقى الى حد ما جواك جزء بيدور على حاجه زي دي. فلما بتروح وتضيع وقت في حاجات انت في الاخر ما حسيتش ان انت اخذت استفاده منها، انت سب كونشسلي كده بتحس بالندم او بالاحباط ان انت ضيعت الوقت ده وفي الاخر طلعت ولا حاجه. انت اصلا طول ما انت بتسكرول في الفيسبوك زي ما كلنا بنعمل، انت بتفترض ان انت بتقرا الحاجات او بتقف عند الحاجات اللي انت عايز تقراها، بس الواقع ان انت بتقرا كل حاجه، انت بتشوف كل حاجه، انت بتقف نتيجه اختيار، انت اخترت. فمعنى كده ان انت اخترت ما توقفش عند الحاجات التانيه، فمعنى كده ان انت شفتها. الحاجات التانيه دي ممكن كتير قوي قوي منها يبقى سلبي. فتخيل انت قاعد بتسكرول بتسكرول بتسكرول، بتشوف حاجه ضايقتك، سكرول ليت عشان تدور على الحاجه اللي انت عايزها، وبعد كده شفت حاجات تانية ضايقتك، بقى كده بتقوم تعيش حياتك عادي وتبقى عايش متضايق ومش عارف ليه، فعلا مش عارف ليه، مش فاكر ليه، مش عارف احط صباعي على السبب. يعني انا شايف ان الناس الجرأة بتبقى كبيرة قوي، والناس بتتخانق مع بعض او بتأرجو مع بعض بنسبة كبيرة قوي على السوشيال ميديا، وبالذات يعني لو هنتكلم بالذات الفيسبوك. فده بيخلي الواحد في الاخر، يعني انت لما بتبقى في خناقه مع حد بتطلع منها مكتئب حتى لو انت كسبت في الخناقه دي. انا شايف دي يعني من اكتر الحاجات اللي انا شايف انها ممكن تكون سبب في انت حتى لو انت ما اتخانقتش انت نفسك، بتشوف ناس بتتخانق مع بعض، ناس بتشتم بعض، ناس بتهاجم بعض طول الوقت. فانا شايف ان ده يمكن من اكتر الحاجات اللي ممكن ان دايركتلي او دايركتلي تخليك تبقى مكتئب. تاني حاجه ان انت بقى بتبقى فاكر ان ايه ده بص ده مسافر، ده مبسوط، ده مش عارف ايه، وبتبقى شايف في الاخر ان يعني كل الناس مبسوطه، وهو ده في الاخر ما يجيبش اصلا 1% من حياتهم الطبيعيه. وعشان كده انا ككرييتيف دايما بقول للناس انا مش على طول مسافر وعلى طول مبسوط وعلى طول فرحان والكلام ده، لا يعني ده يا جماعه جزء صغير جدا من حياه كبيره. احنا بنتسحل على السوشيال ميديا، يعني احنا اتعودنا نخش على السوشيال ميديا عشان بقت هي دي الفيرتشوال لايف او الحياه الوهميه اللي احنا اتعودنا نعيش فيها. الناس اللي بتتسحل في الحياه الوهميه بتاعه السوشيال ميديا ممكن تقع وقعت ان انا ما بقاش عندي وقت لحياتي الحقيقيه او لاهدافي الحقيقيه. المشكله ان السوشيال ميديا بتحدد عليك طموحات غير اللي انت اصلا ممكن تبقى عايزها. يعني انت ممكن تكون عايز تبقى مثلا كاتب او عايز تبقى دكتور او اي كان، بعد كده تدخل على السوشيال ميديا وتلاقي ان الناس اللي حواليك بيسعوا ان هم يبقوا سوشيال ميديا انفلونسرز، او واحد عايز يبقى يوتيوبر، او واحد عايز يبقى ممثل، او واحد عايز يبقى اي كان الحاجات اللي الناس بتسعى لها وبتعمل ابديتس عليها. الناس اللي على السوشيال ميديا بتعظم في الحاجات دي قوي وبتبتدي ايه توافق عليها وتوافق ان هو ده النجاح، ان انت يبقى عندك فولورز او انت يبقى عندك فيوز او لايكس كتير. فالضغط المجتمعي بيزقك، او الضغط بتاع السوشيال ميديا، لان المجتمع غير السوشيال ميديا بيبتدي يزقك في حته انت بتضطر ليها. واحد مثلا قاعد مثلا عنده 40 سنه مثلا ولسه مثلا مش متجوز مثلا، يعني فبيشوف بقى صور ناس بقى عندها 25 بقى وبيخطبوا وبيتجوزوا والكلام ده كله، فهو السوشيال بيردنز او الناس اللي هي يعني بيحس ان الناس برده مستنيه ان هو ياخد خطوه زي كده، لان بقى السوشيال ميديا هي طريقتك انك تعلن انك نجحت في شغلك، انك خطبت، انك بتعمل مشروع جديد وهكذا. فهي لو انت لقيت الناس اللي حواليك بياخدوا حاجات زي كده كتير او بيشيروا حاجات ليهم كتير وانت مش بتعمل كده، تحس طيب هو انا كده مش ناجح؟ يعني هي معايير النجاح اختلفت. يعني زمان معايير النجاح كانت انديفيديوال عند كل واحد، دلوقتي معايير النجاح بقت كلها اونلاين. فانا عشان اكون ناجح محتاج اعمل زي الناس دي ما بتعمل اونلاين، مع ان هم اصلا ممكن يكونوا بيعملوا كده بس هم اصلا يعني هم اصلا مش ناجحين جواهم. يعني انا في واحد من اصدقائي اسمه عبد المنعم، عبد المنعم عنده كتاب، كاتب كتاب جامد جدا، عامل بيزنس ديفلوبمنت كومباني محترمه جدا ما شاء الله، شاطر جدا في حياته الحقيقيه في الفاميلي مع الفاميلي بتاعته مع في كل حاجه بيعملها في حياته، ومع ذلك ما شاء الله كتب لا ما عندوش اصلا فيسبوك بروفايل. الحاجه الثانيه المهمه جدا جدا
ان الفيسبوك ما هواش موقع بريء. بمعنى ايه؟ بمعنى ان مستحيل الحكومة الامريكية او اي كان تبقى شايفة بلاتفورم زي ده وما تستغلوش، ما تستغلوش عشان توجه الناس بشكل ما. فالمحتوى اللي انت بتشوفه عندك على التايم لاين بتاعك هو ما فيش شك ان هو متوجه بشكل ما، هم عايزينك تحس بحاجة معينة، لو في مشكلة معينة حصلة هم هيوجهوك في اتجاه عشان تبقى مبسوط، لو في حاجة حصلة في فلسطين هم هيوجهوا تفكيرك بشكل ما ويدوك الاخبار اللي توجهك في حتة بحيث تغير رأيك، لو هم عايزينك تبقى مكتئب في وقت ما هيوجهوك في الاتجاه ده. فهل انت تقدر تثق في حاجة زي دي؟ هل انت تقدر تستسلم لان التايم لاين بتاعك ده هو ده الواقع وخلاص، ولا الواقع اصلا حاجة ملعوب فيها، الواقع اللي انت بتشوفه او هو اللي هما بيخلوك تشوفه؟ احنا مش عاملين فيديو ده علشان نقولك ما تستخدمش السوشيال ميديا، لان احنا بنستخدمها وهنفضل نستخدمها، احنا عاملينه علشان لما تستخدمها يبقى عندك الوعي، على الاقل الوعي بتاع اللي بيحصل، بتاع اللي بيحصل فيك، بتاع اللي بيحصل حواليك، ازاي تقرا الاخبار، ازاي ما تقارنش نفسك بالناس اللي حواليك، ازاي ما تستسلمش للضغط المجتمعي، تبقى فاهم تبقى واعي ومدرك للموضوع عشان تعرف تقاوم احسن، عشان ما تتأثرش بالحاجات دي وما تبقاش ماشي شايل سلبيات على الفاضي.